تحت إشراف مديرية الخدمات الجامعية لولاية سوق هراس. وبمناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف، أقامت الإقامة الجامعية تاغاست ندوة دينية تذكيرا بمسيرة الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، وأبرز المحطات التي ساهمت في نشر رسالة الدعوة المحمدية للعالم أجمع. تخللتها مسابقة دينية للطالبات قدمت فيها عدة جوائز للفائزات. معك الأستاذة برنجي صلاحة، محفظة قرآن كريم في مدرسة التقوى بمسجد التقوى. يعني في هذه التظاهرة الكريمة العظيمة، ألا وهي مولد سيد الخلق، ألا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نحن نلم أطفالنا وشاباتنا وطلابنا بهذه السيرة العظيمة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم كيف كان وكيف يكونون وكيف يقتدوا بخير الأنام حتى يكونوا خير نشء لخير أمة، ألا وهي أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو نور من نور الهداية، هو رسول يؤدي الوصاية، أتانا هداية للناس كافة لينقذ البشرية من الحافة. صلى الله عليك يا سيدي يا خير الأنام.